مين عليه؟ روح عايز جورج اهدى. ايوه هو ده صوته. صوت الباشمهندس؟ لا صوت الكلب المفترس بتاعه. اوه ده باين عليه ده مواطن اخر. عطمة يا ابني خلاص ما عادش في عطمة مصمصة ما عادش في ولا عطمة. خلاص انت كل يوم تضيع عطمة منك كده. معلش يا حبيبي انا هخش جوه اجيب لك قطن ميكروكروم. هاتي لي قطن ميكروكروم. عينيا يا حاضر. يا هاني ما تنفعش الميكروكروم في الحالات دي. هما اللي اجيب له ايه؟ عندكم كريم؟ كريم كريم ايه؟ كريم كراميل. كراميل ايه في الوقت ده؟ طب هاتي له طبق طز بلبن. مين العسل اللي انت بتتكلم فيه؟ منوح خالص. مين السكر ده؟ مين ده؟ ما تبقش على الدبل بره جاي تكمل عليا. احكي لي احكي لي يا مواطن عمل لك ايه الكلب ده؟ عمل لك ايه؟ خبرني يا باشا. خبرك؟ خبرك ازاي يا ابني؟ احكي لي انا هعمل لك محضر. الله يخليك. تعالى الله يخليك. تعالى انا هكتب لك. انا كويس ان انا معايا دفتر احوال الشرطه شعبه الكلاب. الله يحفظك. تعالى انت دفتر احوال الشرطه؟ ايوه. انا يا باشا اول ما داخل البيت كده راح نطحني على طول. ما اسمعهاش نطحني. معلش نطحني ايه ده كلب ابني. ايوه لا مؤاخذه في ايه ما تعرفنيش. لا اخوك عظمه بزار. يعني انت فاهم اللغه الصحه. اهلا وسهلا. الله يخليك. اللحمه بكام الايام دي؟ لا مش وقت. غاليه خالص. اسمها عضة. ماشي انت تقول نطحها. ماشي وقد نطحه. الكلب اكتب كل حاجه بقى. ايوه كل حاجه. بعد ما نطحك بقى عمل ايه؟ رحت جيت امسكه من قروره راح اعمل ليه؟ ما اسمهاش قروره. ما انت غبي السحنه دي شكلها غبيه. انت شكلك شكل الكلب اللي عضني بالظبط. عليا النعم مش لسه قايل لك ان انا بزار. ايوه صحيح صح قصدك مسكته من وداله. ايوه اسمع الله عليك اكتب يا باشا. مسكته من وداله. انا اللي مسكته ومسكه من وداله. مسكه بالظبط. ايوه المهم قول لي بعد كده عمل فيك ايه؟ خبرني بقى يا باشا. حلو حلو. استنى بقى نفتح صفحه جديده. ايوه خبرك فين؟ يعني عارف. لا مش مفيش المحضر كده يبوظ. ماشي خبرني. لازم اعرف المكان بالظبط ولازم ارسمه. انت حضرتك مش عارف تدخل ترسم المكان. ايوه مفيش داعي تعرف المحضر. اثبات حاله. اثبات حاله لازم ترسم. لازم المكان. حضرتك مش لما تدخل على ناس بتسلم عليهم وتقعد. ايوه مكاننا بتقعد يا باشا. عرفت. يبقى عضك في الكرسي بتاعك. بيت اهلك ده. لا كرسي ايه؟ افهم بقى. افهم بقى. وضح لي وانا افهم. ما انا بوضح لك اهو ساعتها. ايوه انت شايفني ماسك ايدي فين دلوقتي؟ في وشي مثلا؟ لا. طيب يبقى عضني فين؟ في اللي يا ريس. صح ولا لا؟ اما كلب قليل الحاله صحيح. بس مشرفك لقطعه. فاكر هو نفسه ارمنت انا من عيله ولف ملهاش اهل. ممكن اساعد شوف اعمل فيه ايه؟ ايه هتعمل فيه ايه؟ هتشوفك شوف انا. لا يا اخي إيه؟ انسى برضه مش مهم. هتعمل عقلك بعقل الكلب. ايوه اعمل عقلي بعقل الكلب. ده انا على عملت عقلي بعقل عصفوره ملاسع. عصفوره؟ ايوه عصفوره. ازاي ده؟ ايوه احكي لي. احكي لك. ما انا هحكي لك اهو. هي كانت متضايقه مني ومخنوقه مني عشان انا باكل لسان جوزها. كل ما تاكل قال هو ايه بقى؟ وقتك لسان جوزها يقوتها. قال هو كتير ما بيبقى لسان العصفوره. ايوه شكل فقير ولا عندك شوربه ده مع اللحمه ده. خدت بالك يا باشا تخليني واقف لابس اي حاجه كده على الشجره ومعرفش بقى تروح جايه فوقيه وعامله حاجات مش ظريفه. خدت بالك؟ يبقى هتتكسي. هتتكسي ايه وتتنيل ايدي بهدلتني خالص. اسيب الشجره امشي بعيد تروح طايره فوقيه برضه عامله حاجات. وبعدين انت عملت معاها ايه؟ اتصرفت معاها ازاي؟ لا اخوك ايه ما تقلقش عليا. اسرع بقى. انت عارف ايه؟ دي عندنا في القانون الجنائي شعبة العصافير اسمه سبق اصرار وتنصب. شفت بقى؟ ايوه بطحان يا باشا في كل حاجه. عملت معاها ايه؟ رخصت نبله وركبها زلطتين في هيئه خالص. ايوه طبعا. كملي. ايه؟ نبله كملي. ثلاث زلطات حبيبي. ثلاث زلطات. وانت بقى ناوي تجيب زلطه وتروح ضارب بيها الكلب اللي هو. ما انا عايز اقطع ايدك تجنني في الدخله والطالعه يا قدامي. يعني اسكت له يا باشا. ايش اكتب كل ده في المحضر؟ انا كتبت خلاص. اهو اعمل له ايه؟ تسألني. انت حضرتك تفهم في الكلاب؟ انا بفهم في كل حاجه. في الكلاب؟ انا عايز انا اخصائي كلاب. طب قول لي اعمل معايا ايه بقى؟ افهم في كل انواع الكلاب الضاله وغير الضاله. زي ايه كده؟ زي عندك الدوبرمان، اللولو، الكانيش، اللولو، البولدوج، الحاجات دي. الارمنت البلدي. كلبنا كله. كلبنا بلدي. كلمني يا استاذ. يا استاذك مني انا ذكي اصلا من زمان. ما انت شكلك بسم الله ما شاء الله ذكي. فمتفق. اصلا انا اصلا كنت بشتغل موظف في المجال. فعلا؟ ايوه. ودخلت الشرطه ازاي؟ نقلوني قسم الانتربول.
الزكاوة دي انا اخدتها زمان وانا صغير. خدت الزكاوة وانت صغير؟ ايوه ورثتها عن ماما. ماما كانت زكية. ماما اصلا انا يتيم. انت يتيم؟ ايوه. ازاي؟ ماما ماتت قبل ما تولد بسنتين. قبل ما تولد بسنتين. وبعدين يعني بس انت نسيت اتولدت امتى؟ الله يحرقك. انت نسيت اتولدت امتى؟ انا اقول لك بقى. قول لي اعمل ايه بالكلب؟ اقول لك تعمل ايه؟ انا معاك اهو. اول حاجه تروح واخده من ايمه. من ايمه ايه؟ تروح من ايمه كده. قبل الوضع ولا بعد الوضع؟ ايه يا ابني؟ انا قلت طيب اقعد اسمع. ايه بس وضعك ايه؟ حاجه كنت مكفرني كل ما ادخل عندك. اقعد اقول لك. قول لي اعمل ايه؟ اقعد. اديني قعدت اهو. ركز معايا. اه مركز اهو. اول حاجه بادئ زبد. انا عايز بادئ زبد يا بقى. تقف قدام الكلب. اديني وقفت قدام الكلب. وبعدين تروح متاخر على الكلب ثلاث خطوات. ثلاث خطوات خش على الكلب. واحد ثلاثه قدام الكلب بالظبط. قرب عليه. قرب عليه نص خطوه. اديني قربت. افتح عينيك يا ابني. في الكلب. في الكلب هم بره. بحلق خالص. هم بحلق اهو. وبعدين تروح قايله شمهور يا شمهور نام يلا يا مسعور. يروح نايم. تاخده تشيله ترميه في الخرابه. ايوه يعني انا لو جرات في عين الكلب وقلت شمور يا شمور نام يلا يا مسعور ينام على طول. لا ما ينامش كده. ليه؟ لانك نسيت الاهم. ليه؟ لازم دي يعني. لازم يعني. انا قلت شمور يا شمور نام يلا يا مسعور ينام على طول. ينام على طول. شمور يا شمور نام يلا يا مسعور. انا مش قلت لك اصلا كلب؟ انا مش قلت لك انت سحن اهل الكلاب من اول ما شفتك يا بنت يا سماء بنت يا نيله؟ نعم يا عم. تعالي شوف المصيبه السوداء. عايز ايه ونيلك ايه دلوقتي؟ شوف الراجل اللي مات من هنا ده. شوف مين؟ مين؟ انت عملت فيه ايه؟ ما عملتش فيه حاجه. هو ماله اتنفخ كده ليه؟ مفيش. هو ما فيش اصلا. اتنفخ ايه؟ هو داخل علينا. لا اتنفخ. انا هقول لك بس الحاجة. انا بحكي له على الكلب. قال لي انا بابا في الكلاب اقول لك تعمل معاه ايه؟ قال لي تمسك الكلب تقول له شمهور يا شمهور نام يلا يا مسعور ينام. انتوا كلكم كلاب الله يحرقكم. العيله طلعت كلاب. انت يابا يابا بنت يا سناء بحبك يا بنت يا سناء. قلت ايه؟ يا الدهي يا بدلعك المرق. شوف الراجل ده. شوف الراجل. انا بحبك. ايوه بس شوف الراجل. صحيه صحيه. هو يا عم انت يا عم انت. هو ربنا يخليك ما تودينيش في داهيه. يا شفيقه ما تشديش الغطا من عليا يا شفيقه. شفيق ايه؟ قوم. هو انا نمت؟ لا انت نمت. والحل ايه دلوقتي؟ الحل ايه؟ الحل ايه دلوقتي؟ فين مكان المتهم؟ متهم مين؟ الكلب؟ لا صاحب الكلب. اه باشمهندس طه. ايوه. ما بيجيش دلوقتي. ما بيجيش دلوقتي؟ اه. امال هيتواجد امتى؟ والله ما نعرفش هيتواجد امتى. طب انا اعمل ايه دلوقتي لو سمحت؟ انا هفهم. انا هي قصدها تقول لك طارق شاحن. طاهر شاحن. طاهر. خد بقى بس احنا مصين على طلبيه فيها كل المسائل. اصبر. ايه يا ابني؟ الله. هو انا طارق مترين بفتح. انت زعلان ليه؟ هيجيب لك مقاسك. معاكم ايه دلوقتي؟ قولي له اي حاجه. هنوصل هنعمل ايه طالما وبعدين معاكم بقى؟ انا عايز اعرف فين مكان المتهم. اعمل ايه هنا دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ اعمل ايه هنا دلوقتي؟ لا ما تعيطش ما تعيطش. البالمامور. البالمامور دلوقتي مستنيني في القسم. حبيبي اخويا. البالمامور اروح له وانا ايدي فاضيه من غير طاهر. طب وده يا ابني؟ يعني تيجي عندنا تنزل بيدك فاضيه؟ لا ما ينفعش. عيب عيب. انا هفتح ابو الكرم. انا اول ما شفتك حبيتك على طول. الله يسترك. لحظه واحده لحظه واحده تعالى عشان انت في حلال وانا احل لك مشكله. ربنا يخليك. احنا عندنا ايمن من 3 سنين خطوات تجيب مصلحه لحد ما يجي طاهر. البير مأمور عايز طاهر ومش عايز ايمن. يا حبيبي خد ايمن لحد ما يجي طاهر. هنعمل لك ايه؟ ايمن مصاب. هو عايز طاهر عشان بيشوط. بيشوط ايه يا ابن المجنون؟ انت رايح فين؟ خد النيله ايمن المأمور وخلص نفسك. خلص نفسك. طب هات ايمن. ايمن تيجي كمان ساعه في طلبيه دلوقتي مش هينفع. طب هنعمل ايه ده؟ انت جاي لي بزنقه عيد. هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ حاجه غريبه قوي يا اخي. ايه ده الناس الفايز دي؟ ايه في انت روح لحظه. ايوه وصيفه. تعالى هنا. نعم. وصيفه ايه؟ قولي. ايه وانا وصيفه وانا شفيقه؟ نعم. ما تركز يا راجل. اتفضلي. اتفضل. بقول لك ايه؟ انت مزنوق قوي في حكايه طاهر دي؟ ايوه مزنوق قوي. طب هو المأمور يعرف شكل طاهر ايه؟ لا. خلاص خد له عظمه. لا وعظمه ايه؟ عظمه معتبره. تمصمص بقى وتقلقش بمزاجك.